السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أتمنى لكم كل السعادة وكل الفرح، ونتمنى كذلك تكونوا في أفضل أحوالكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة مع لايك وكذلك تعليق ومشاركة الفيديو إلى فضلا وليس أمر، جزاكم الله عني كل خير. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الشيء اللي كان كيتميز به الملك الحسن الثاني عليه رحمة الله، وهو كيفاش كان كيلبس، كيفاش كان شكل ستيل ديال اللباس ديالو، يعني نوع اللباس ديالو كيفاش كيلبسو. ان الملك حسن الثاني عليه رحمة الله كان من المعروف في العالم انه، يعني في العالم كله كان معروف انه انيق، واحد القائد، واحد الحاكم، ملك انيق جدا جدا. وكان شحال من مره رشحوه باش يربح جوائز في الاناقه بالنسبه لحكام العالم، وكان كيفوز بهاد التسميات ديال افضل قائد، يعني تلبس في بين في داك الوقت ما بين داك الناس اللي ما بين حكام العالم اللي كانوا في داك الوقت. بالطبع هنا غادي نعرض لكم واحد المجموعه ديال الصور اللي كما غتشاهدوا ان شاء الله. الصوره الاولى هي الملك حسن الثاني لابس لباس العسكري ديالنا حنا ديال الجيش المغربي، لابس لباس العسكري، وغادي تلاحظوا انه داك اللباس يعني بالاضافه انه كما كنقولوا حنا بالمغربيه انه جمعه، انه يعني تالق فيه وجمعه من جميع النواحي، يعني من ناحيه ديال ديك القبعه العسكريه او الكيبي اللي كيدير على راسو، من نشوفوا حتى القفازات اللي لابس شكل. ولكن كاينه واحد النظره اللي هي مهمه جدا، نظرات الملك حسن الثاني كانت عنده كل نظره وكان عندها معنى، كل شوفه ديالته كان عندها المعنى ديالها، يعني ماشي غير داكشي غير اعتباطي او عشوائي. كما كنشوفوا هنا كما قلت لكم بالنسبه للباس العسكري كذلك النظره ديال واحد الانسان، لواحد الحاكم، واحد القائد اللي عنده الثقه في نفسه، اللي جالس هو مرتاح جدا، وكتعطيك انه كما كنقولوا بالفرنسيه ان روغار سوفران، يعني واحد الانسان اللي كيتحكم في كل شيء، ديك النظره اللي ديال الانسان اللي هو متحكم في كل شيء اللي داير به. هنا الصوره الثانيه مع الملكه اليزابيث، ملكه المملكه المتحده. هنا كان عندها هي في الزياره اللي كانت جات في المغرب في 1987، وغادي نشوفوا ان الملك الحسن الثاني اللباس ديالو شكل اخر، يعني لابس لباس عصري، لباس اوروبي، يعني الكومبلي كامل كله، ربطه العنق سوداء مع لباس في الالوان، يعني في لون تقريبا سماوي كما يظهر في الصوره. ولكن واحد الحاجه اللي دخل على داك اللباس الاوروبي هي هذيك القبعه المغربيه اللي دار اللي لبسها على راسو، هذيك واحد اللباس، هذيك قبعه مغربيه 100% مع يعني مع النظارات الاوروبيه والاشياء كلها، ولكن اللبسه كلها اوروبيه، جا حتى اللباس ديال الراس وغير فيه. هنا غادي نشوفوا الصوره الاخرى اللي غادي تبعها، وهي انه الملك الحسن الثاني عليه رحمه الله هنا كان في زياره في فرنسا، وفي شهر يونيو 1990 كان غيحضر لو سومي فرانكو افريكان، يعني هذيك المجموعه ديال فرانكو ديال الفرنسيه الافريقيه، كان غيحضر في الاجتماع الافريقي الفرنسي الافريقي. ولكن هنا هو ملي وصل هنا ما لبسش لباس اوروبي، ولو انه مشى لدوله اوروبيه، ولكن حيت حاضر في واحد ليفينمون اوفيسيال، حاضر في واحد الحاجه اللي حاضر في واحد تظاهره اللي هي يعني رسميه، ضروري كان خاصو يمثل البلد اللي جاي منه وهو المغرب. هنا كنشوفوه لابس الطربوش الاحمر ولابس جلابه وفوق منها البرنوس،
والالوان كلها متناسقه، ولا ننسى انه الاحمر والاخضر دائما حاضر بقوه لون الرايه المغربيه. وحتى المشيه ديالو لاحظتوا هاد الرئيس اللي كان معاه ذاك الوقت هو فرانسوا ميتيرون، انا ما غلطش يمكن هو هذا فرانسوا ميتيرون، كان معاه كيشوف بحال هاد الرئيس هو سبقه واحد شويه، ورئيس بقى شي شويه وراه بشي جوج خطوات هكاك. هنا كان تيبان لنا انه انه انا يعني بحال كيقول الملك ديالنا الله يرحمه الملك الحسن الثاني، انه يعني هذه كلها علامات من الثقه في النفس، وعلامات انني يعني كنمثل واحد البلاد اللي هي قويه، اللي هي عندها تاريخ كبير، واللي عندها ثقافه كبيره، وعندها حضاره. وانا جيت انا كنمثل ديك البلاد، جيت باللباس ديالي كامل باش نوريه لك، باش تشوفوني انا. واخا احنا عارفين ان الفرنسيين كيعرفوا اللباس المغربي ديالنا التقليدي كيعرفوه مزيان، ولكن وكيزيد ياكد عليه ملي كيحضر في واحد تظاهره رسميه بلباس مغربي 100%، الطربوش الاحمر، الجلابه والبرنوس، السلهام، وهاد المسائل كلها كتظهر انك جيتي وجاي جايب الثقل الحضاره كلها ديالك جايبها معاك، تتبان في اللباس اللي انت لابس. هنا في الصوره الاخرى الملك حسن الثاني الله يرحمه كان عزيز عليه الجولف، وكان هو من هواة، يعني اظن انه ماشي كان غير هواة، كان محترفين الجولف لحقاش، لانه كان كيحب يلعب الجولف بزاف، كان كيمارسو بكثره. وهنا كنشوفوا انه لابس واحد اللباس واحد اخر اللي هو لباس اوروبي، لباس رياضي يعني مرتاح فيه. ولو انه احنا يعني هاد اللباس يعني تنشوفوا ان القميص فيه واحد الالوان، يعني فيه واحد شويه ديال الالوان، واحد الالوان فاتحه والوان جميله، الوان فاتحه فيها شويه الوردي، فيها شويه الاصفر. وكالعاده يعني الوقفه والصوره وهذا كلشي كلشي كتبين لك انه هذا ماشي انسان عادي، هذا قائد، ملك، ابن ملك يعني اسره يعني قديمه جدا، باينه كتبان في جميع الصور انه الملك ابن ملك تتبان انه هذا الانسان. ولو انه غادي يبدل اللباس ديالو كيبقى الملامح ديال وجهه والشكل ديال العين والنظره ديالته كتبان انه هي تقريبا في هذيك الانفه وفي هذاك الكبرياء ديال الملوك. هنا في الصور الاخرى الملك الحسن الثاني الله يرحمه لابس واحد اللون اللي الرجال ما كيزعموش عليه، ما كيلبسوش بزاف الرجال هذا اللون اللي حنا كنقولوا له الموف. هذا اللون هذا اللي بزاف ديال الرجال ما تيزعموش عليه، ما كيلبسوش في اللباس كامل، في الكومبليات كاملين، ما كيلبسوش في البدله كامله كتقول غنلبس انا لباس في الموف، ولكن هو كان لبسوه بواحد الطريقه جميله جدا، وجه جميل، وجه يعني بواحد يعني فيه واحد تجديد، يعني جات مع العصر اللي كان فيه، وجات هو بواحد التجديد انه يعني كيشدي من في اللباس ديالو، للاشاره ان الملك حسن الثاني كان دائما هو المغاربه فيهم دائما عندهم واحد العاده انهم ملي كيشوفوا الملوك ديالهم كيلبسوا الوان وكيلبسوا اشكال وكيلبسوا كيتبعوهم حتى هما كيبداو يلبسوا تقريبا دوك الالوان اللي كيلبسوا الاشكال الجلالة بالاشكال التقليديه او العصريه، كي المغاربه هما كيقلدوا الملوك ديالهم هنا كي هاد اللباس ديال البدله اللي لابسها موف، يعني انه واخا نكونوا يعني واخا يكون انسان يعني في واحد البلد اللي هو عربي ومسلم كيقدر يبدل في الالوان ويلبس الالوان اللي بغى، ما كايناش اسمح لي، ولكن ما كاينش واحد الحاجه اللي كتحكم في الانسان انه يكون عربي مسلم ويلبس واحد الالوان هما اللي ضروري خصهم يلبسهم. الانسان يقدر يلبس اي لون يجي معاه راه غادي يلبسو. وحنا كما كنشوفوا هنا ان هذا اللون جميل جدا، هذا اللون يعني هو واحد اللون اللي هو زعما صعب جدا في اللباس، هذا اللون الموف صعب جدا، ولكن هو لبسو جمعه مزيان، جمعه زوين جمعه جميل.
السؤال الخير، لان هنا كنشوفوا الملك حسن الثاني لابس واحد السترة كلها مخطة، ومن تحت منها لابس واحد القميص فيه واحد الرسومات او زواقة كما كنقولوا حنا بالدارج الزواقة. وهذه كانت في واحد المقابلة في شهر 6، شهر يونيو 1979، وكانت في واحد الوقت، يمكن داك الوقت كان هو كانوا واحد مشهورين، واحد كانوا مشهورين المجموعات الموسيقيه كانت بزاف داك الوقت. ولكن انا ما نظنش انه غادي يكون قلت شي مجموعه ولا هذا، ولكن هنا كيبان لك ان هاد الالوان كلها اللي جمعها في الكرسي اللي جالس عليه. لا لاحظتوا ان الكرسي اللي جالس عليه هذا ضروري غيكون في واحد اللون، يمكن غوج بغيك ولا شي لون مفتوح شويه على داك الالوان. ولكن اللون اللي لابس في البدله مخطه مع ديك لا شوميز هي واحد، هي كتعطيك ان الانسان عنده واحد لو ستيل ديال اللباس ديالو خاص به، وكيبان لك انه جالس به ديما جالس به مرتاح، يعني ماشي جالس به مرتاح واختاروا باش يلبسوا. وهاد من هاد الالوان اللي حطيتيها كل واحد بوحدو، ديك لا شوميز مزوقه وديك لافيست مخططه، غتقول هادشي يمكن ما يجيش مع بعضياتو، ولكن هو فاش لبسو جاه مزيان، جاه زوين، وجاه انسان بحال واحد الانسان اللي حاول يتجرد من ديك البدله وربطات العنق وهاد الاشياء كلها، وجالس مرتاح وكي يدير المقابله ديالو مع شي تلفزيون فرنسي. الصوره الاخرى الملك الحسن الثاني الله يرحمه لابس انصومبل ديال الجين، لابس سروال شوميز، لابس دير واحد الشابو فوق راسو ستيل كاوبوي. هاد النوع هذا عاوتاني ديال اللباس هذا شكل اخر، وهذا كان في سخيرات في 1972، ولابس يعني سخيرات معروفه انها القصر ديالها كاين حدا البحر، هو لابس مرتاح، لابس هاد الشكل ديال اللباس ديالو ديال الجين سروال وجين والجياب اللي كاينين في لاشوميز في القميص، هذوك اللي جيوب اللي كاينين في القميص، زيد عليه داك الشابو ديال الجين، يعني ديال الجين ولا شابو في اللون ديال ديك اللبسه كامله. تيبان لك انه دائما هو كيحاول انه كيوري ان اللباس ديالو كتقدر تعرف عليه حتى من العصر اللي تلبس فيه ديك اللبسه. لحقاش في 1972 كان داك الوقت ديال بزاف ديال الافلام ديال الويسترن، كو ديال اش الافلام ديال الويسترن اللي كنا تفرجوا فيهم شحال هادي، كانوا بزاف. ولكن انا متاكده انه من يلبس هاد اللباس انه لبس هاد اللباس ديال الناس وتيظهر، تعطيك واحد رساله انه الباس كما تيلبسو الملك تيقدر يلبسو حتى الانسان العادي اللي خدام عادي مواطن عادي، تهو كيقدر تهو كيلبس بحالو بحالو، كيلبسو نفس يعني نفس الجين، واخا ما يكونش من نفس النوعيه، ولكن كيقدروا يلبسوا الجين. لحقاش ديك الوقت كان الجين بدا كيوجد بواحد الطريقه، الناس بداو كيلبسوه في داك الوقت. هنا كاينه واحد الصوره اخرى ان الملك الحسن الثاني الله يرحمه لابس داير واحد السيجاره في الفم ديالو، سيجاره في الفم ديالو، ولابس واحد اللباس انفيست، هذيك لافيست بالجياب في الجناب اللي جياب على في الصدر ديالها، كتسمى هذيك صحريان، يعني بحال واحد الشكل نوع ديال اللباس في ذاك الوقت. والشكل ديالها وهذاك لو شابو تا هو اللي فوق راسها، هو هذاك شابو هذاك ديك القبعه، هذيك قبعه اوروبيه وديال واحد الماركه مشهوره بزاف اللي ما نقدرش نقولها لكم، ولكن هذيك الماركه ديال داك الشابو راها مشهوره جدا. وكتبان لك واحد الشكل انه واحد ستيل في شكل اخر، عاوتاني شوميز كتبان من تحت، يمكن شميز ديال الحرير اللي مزوقه اللي فيها رسومات، وباينه حتى هي ستيك هي ديال واحد لا مارك اللي ما قدرش نقولها لكم هنا في الفيديو، ولكن معروفه جدا. والباس والالوان وهاد الالوان كلها ما عندهاش علاقه بال يعني بالطبيعه ديال المغرب، بحال كنقولوا حنا دي كولور اكزوتيك، يعني واحد الالوان استوائيه، واحد الالوان فواحد الشكل اخر، داكشي علاش بانت بواحد الشكل
بنت واحد الشكل اخر، ولكن كما قلت لكم ديما كتشوفوا نفس النظره هنا، واخا يكون لابس هذا النوع ديالها تبين انه من النظره ديالته انه كيبان انه يعني انسان كيفكر بزاف، وباين عليه انه مشغول وكيفكر بزاف، ولكن كيبان لك ان اللبس واللبس جميل جميل جدا، اللبسه كلها جميله جدا بالنسبه للبدله او القميص وديك القبعه وكلها على بعضها، الصوره كلها كتعطيك واحد الحاله الاستثنائيه. هنا كي هنا نشوفوا واحد الصوره اخرى للملك الحسن الثاني هنا الله يرحمه، في 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 واحد الضيعه، والارجح غتكون شي واحد الضيعه ديالتهم ديالو يمكن الله اعلم. المهم واحد الضيعه كيشوف الشكل، ولكن هنا عاوتاني كتشوفوا كيدير عاوتاني واحد هذيك القبعه اللي داير على راسو، كيقدر يديرها يمكن حتى واحد اللون ديالها والشكل ديالها كيقدر يديرها واحد فلاح. اللبسه السروال ولا فيست والبدله يعني الفوق الستره او لا فيست والشكل اللي السروال والالوان وكل شيء كيبان لك باهتين عادي، ماشي باهتين يعني سامبل، ماشي باهتين سامبل، كيبان فيهم واحد البساطه بسيطين جدا، ولكن كيعطيو واحد الجمال للصوره كامله، كتبان فيها واحد الجمال وجات. وداكشي كله الا جمعنا حنا دابا كنشوفوا الصوره في المجمع ديالها هي كامله كيفاش كتبان، كيفاش كتبان هاد الصوره، وكيبان لك انه من الوهله الاولى كتقدر تقول ليه تيبان لك انه هذا واحد السيد الله يرحمه، كتقول هذا واحد السيد اللي عنده واحد الضيعه ديالو جا كيتفقد المزارع وكيشوف الناس اشنو خدموا اشنو داروا، ولكن هو راه معروف شكون. هنا غادي نوصل لكم الصوره الاخيره، وكنتمنى هاد الصوره الاخيره انا عجبتني بزاف، يعني من ناحيه الكادر ديالها كيفاش الناس جالسين وكيفاش الملك حسن الثاني كيفاش طريقه الجلوس ديال الملك الحسن الثاني، وحط طريقه يعني فيها كالعاده انا اللي يعني انا القائد، يعني الشكل ديالو رجل على رجل واليد في اليد، تقول هذا هذيك انا يعني بالنسبه هو حقيقه هو القائد، يعني تعطي هاد الصوره كيوصل هاد الرساله. والسيده اللي جالسه معاه هنا يمكن واحد ممثله ما عرفتهاش، يمكن اليزابيث تايلور على ما كنظن انها اليزابيث تايلور، هذه انا متاكده انه استقبلها في واحد شي قصر من القصور مستقبلها. ولكن انا اللي عجبني بزاف هو داك التناغم وداك التناسق ديال الجلسه ديال الملك الحسن الثاني، اللي البدله كلها بيضاء، الكرافات او ربطه العنق سوداء، والفوتوي او الكرسي اللي جالس عليه كله احمر اللون، وبوحده هو اللون ديالو خاص به، لانه الكراسه كلهم ماشي تيشبه الكرسي ديالو او الفوتوي اللي تيجلس عليه ما كيشبه حتى لدوك الفوتويات الاخرين. داكشي علاش قلت لكم دائما رساله انني انا هنا انا القائد، والناس يعني هو القائد ديال دوله كبيره بحال المغرب. كيبان لنا ان هي من الوهله الاولى كيبان لك ان الالوان راها سامبل عاديه جدا بسيطه، ولكن راه داك السهل الممتنع اللي كيخليك تيخلي بزاف د الحوايج كي داك اللي ماشي بزاف الناس يعرفوا كيفاش يديروا لي باش كيجيك النوع ديال الصوره كلها، الشكل ديالها، الجلسه، كيفاش كيتكلموا، كيفاش تيدو، تيجيك كل شيء كيجيك يعني متناسق مع بعضياتو، كما كنشوفوا الطبله، كما كنشوفوا الجلسه، كما تنشوفوا كل شيء كيجيك الصوره كتبان لك متناسقه ومتناغمه، ما فيها حتى شي حاجه زايده وما فيها حتى شي حاجه ناقصه. هو دائما كما قلت جالس مرتاح، مرتاح بزاف، مرتاح وكي ومن انا متاكده انهم كيتحاوروا في شي موضوع وكيتكلموا والتسيده اللي جالسه هي كتحسوا بها انها مرتاحه وكتصنت، لان يدها محطوطين عاديه بسيطه مرتاحه. والحسن الثاني الله يرحمه كانت عنده هاد العاده جميله جدا، انه ملي كيكون تناقش مع شي حد او تحاور شي واحد كيخليه
يحس بالارتياح وكيخليه يحس بالثقة، وكيخليه يحس بارتياح ويثق، وكيخليه يحس بالثقة باش يثق فيه وكيكون. وأنا متأكدة أنه كان الحوار ديالو ممتع، ممتع جدا مع الجميع. اليوم هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم على هما هادو العشر، العشر يعني اللبسات او لي دي بلو بو كوستيوم اللي لبسهم الملك حسن الثاني الله يرحمه. اجمل اجمل العشر لبسات اللي لبسهم، اللي كانوا يعني شكون اللي كانوا تكلاساو من شي وحدين، الناس الكبار دي ستيليست كبار هما اللي كلاساوهم، هما اللي جبدوهم، هما اللي تكلموا عليهم. كنتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وتحطوا ديروا لي تعاليق، وديروا لي تعاليق جميله، وتعطيوا ديروا لي اعجابات، وتشاركوا الفيديو، لان هذا المعلومات او هذا الشيء اللي كنديروا هذا سيبقى ان شاء الله للتاريخ، ويبقى لوليدات وليداتنا. كنتمنوا يبقى لوليدات وليداتنا باش يعرفوا ان شكون اللي حكم، شكون اللي تيحكمنا من قبل، وشكون اللي كيحكمنا دابا. اتمنى لكم كل الخير والسعاده، وكما قلت لا تنسوا الاشتراك في القناه ولايك ومشاركه الفيديو، هذه الاشياء كلها. والله يخليكم، طلعوا شويه هذه القناه لحقاش فيها فيها يعني تندير، انا كنعمل فيها واحد المجهود كبير، وكنتمنى تكون يعني فيها مساعده من جهتكم باللايكات والتعليقات وبالمشاهدات. وشكرا جزيلا لكم ولكم، واقول لكم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم.